اي نعم. وشايفه عدد ممكن تضحي فيه؟ اموت ابو سلطان؟ لا لا تموت. ايش؟ طيب شباب انت ارفعوا الخروج بالساعه من 800 الى 1500. ليه ابو سلطان؟ بس ابو سلطان احنا نتعب لان هنا. التعبان يعرف متى يطلع ويطلب اسعاف من هنا وياخذ الاسعاف. ابو سلطان تغيير يا شباب. خلاص يا عبد الله اذا تسمح لي، احنا نتعب هنا وحلوقنا صدورنا كلنا نتعب، يعني لا ولا نقدر نقدم رياليتي زين، احنا تعبانين الحين. انت كم